هتبقى صبور وحازم اكتر في كل نهجك، هتخطط لانشطه كتير في وقت مبكر، هيبقى ده المطلوب منك اكتر من اي وقت مضى، هيبقى في احتمال انك تضطر انك تتنازل عن بعض وسائل الراحه. بالنسبه ليك مهنيا هتبقى قادر عشان تحصل على اسم كويس للشغل، هتتمكن من خلاله من انك تعرض مهاراتك بسهوله. بالنسبه ليك عاطفيا ممكن القلق انه يضغط عليك، فما تخليش ده يزعجك ويؤدي لعدم انسجام ما بينك وبين شريك حياتك. بالنسبة ليك ماليا هتواجه بعض التزامات مالية عشان تنفذ بيها أموالك وأعمالك المنزلية اللي فيها تطور، هتحاول تكبح جماح أنفاقك. بالنسبة ليك صحيا لازم تنفق المال من أجل صحة والدتك، هيبقى مرضها صحي لكنه بسيط. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم هتصطف الشمس والزهرة للوراء في علامة برج الأسد، هيبقى بيشير لمنتصف دورة في كوكب الزهرة الى الوراء وتبتدي دورة جديدة ما بين الشمس والزهرة. هتتخطى مسألة العلاقة باهتمام كبير وهتبتدي تحس بقدرة كبيرة وتؤكد على قضايا واشخاص كتيرة من ماضينا. هنبقى متحمسين عشان نلاقي بعض مظاهر التوازن في علاقتنا وبيئتنا، هنكون حابين نأثر تأثير سحري ونخفف من الاختلافات ونرضي الاشخاص اللي حوالينا بسبب اجتماع الشمس والزهرة مع بعض. مع كل ده هنبتدي دورة جديدة، ممكن نبقى في حالاتنا بجهل رمزي هيبقى بتعلق بمشاعرنا وعلاقتنا. الوقت مناسب عشان نعيد تعريف كل اللي احنا عارفينه ونحتاج لعلاقتنا فيه، هيبقى في اتصالات في شؤوننا وفي اهدافنا المادية. هيقضي القمر يومه في برج السرطان، هنبقى بندور دايما عن الامان والالفة والدفء والعيش الهني. القمر حذر جدا لكنه دافئ وبيوقظنا على تفاصيل كتير احنا مش واخدين بالنا منها بشكل عميق. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.